بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناة عرب جنو لينكس، معكم عبد المجيب. معليش أخذت نفس بزيادة. بتكلم عن الإضافات حقت الأون كلاود. الشاهي شوي. طبعا الأصح نقول تطبيقات، هم يسمونها تطبيقات أبس. أوكي، الفائدة منها هي تعطيك خصائص زيادة على الأون كلاود. طبعا في تطبيقات افتراضية جاي مع الأون كلاود، وفي تطبيقات نحتاج كمستخدمين من باب الحاجة أننا ننزل هذه التطبيقات. بدرس اليوم راح أشوف شلون نزل التطبيقات، راح أعطيكم بعض التطبيقات المهمة، مو مهمة بس أنا تعجبني. أوكي، أحب أن تكون عندي. طيب التطبيقات كيف نثبتها؟ وشيء وين منطقة التطبيقات؟ التطبيقات هذه المنطقة الخاصة بها الأبس هنا. أوكي، في تطبيق مهم جدا لازم يكون مفعله. ليش؟ لأنه أي التطبيقات هذه زي ما تقول هو اعتمادية لبعض التطبيقات. التطبيق هذا اللي هو سمى الأب فريمورك. وين راح هذا الفريم ورك؟ طبعا هذا لازم تسوي له انيبل. ليش؟ في بعض التطبيقات زي تطبيق نوتس تمام يعتمد عليه، فاذا شغلت النوتس بدون ما انك تشغل هذا ما بيشتغل النوتس. تمام، هذه واحده من الاشياء. بس خلو خلص. طبعا هو يحمل من النت ترى، فانا عندي مشكله بالنت الحين، وهذا الدرس هو اللي يعني وقفته قبل شوي عشان الانترنت وقف. عموما لازم تفعل طريقه التفعيل بالطريقه هذه. الحمد لله تفعل. تمام، في بعض التطبيقات الحلوه اللي جايه مع زي النوتس هذه انيبل. طبعا المكتوب عليه ثيرد بارتي تمام، يعتبر ما له علاقه بالش اسمه بالاون كلاود نفسه، يعني مو بتطبيق رسمي. ثيرد بارتي يعني جاي من مطور ثاني. طبعا من الحاجات الحلوه اللي هي الموزيلا سينك، اذا انت تستخدم الموزيلا سينك مع الفايرفوكس او ايس ويزل مثلا، تحصل فيه سينك. تمام، السينك هذا يسوي له مزامنه على السيرفر الخاص بالموزيلا. شخصيا مستحيل افكر انه موزيلا بتسوي شيء. تمام، ولكن اذا انت راجل تقول والله انا حاب اجرب السيرفر حقي يكون فيه مزامنه مع الموزيلا، شوف جرب هذه الاضافه. في اضافات ثانيه زي مثل البوك ماركس حقت لازم تكون مفضله. في الانكريبشن. الانكريبشن هذه من الاضافات مهمه جدا. تمام، اللي هي التشفير. اذا كان السيرفر لك تحت يدك انت كمستخدم التخزين الخاص به، فلا تقلق ما تحتاج تسوي انكريبشن لان السيرفر عندك. ولكن الاون كلاود تدعم خاصيه اللي يسمى الاكسترنال ستورج. تمام، ما ادري اذا كانت هنا موجوده هي ولا. عموما الاكسترنال ستورج هذه عباره عن قرص تجيبه انت من برا من جوجل درايف من اي مكان. لو سوينا تحديث الحين بنحصل انه جات عندنا هنا النوتس. تمام، فعندك جوجل درايف مثلا تقدر انك توصله، دروب بوكس تقدر انك توصله. فاو شخص معين يقول والله انا حاب استخدم درايف حق جوجل اوصله عندي هنا، او المستخدمين اللي يستخدمون الاون كلاود نعطيهم امكانيه انهم يوصلون البتاع هذا حقهم. زين، فلو سويت انكريبشن او سويت تفعيل الانكريبشن هذه، طبعا تفعيله بسيط جدا مجرد ضغطه انيبل. تمام، اللي راح يصير انه بيسوي تشفير ملفاتك، تسجل خروج تلقى مره ثانيه ملفاتك تشفرت. الجدير بالذكر والممتاز جدا طبعا عن طريق البيرسونال من هنا بنحصل اللي هو اكسترنال ستورج. هذه من هنا تقدر انك تضيف الستورج اللي تبيه، دروب بوكس، اف تي بي، ايا كان. تمام، ممكن تضيفه من هنا. طبعا اعتقد والله اعلم انه ممكن يكون اف تي بي او اس اف تي بي الجوجل. عموما اللي حاب يجرب جوجل يدخل على الدوكيومنتيشن الخاصه بجوجل، ولكن ما بلازم. فانت لما تخزن على جوجل بيكون ملفك هناك مشفر. انا جربت التشفير، فتحت مستند نصي ما فهم شيء. اوكي، فك التشفير ايضا موضوع بسيط جدا انك تفك تشفير ملفاتك برضه، بس تروح تسوي تعطيل للاضافه تطلع وتدخل. طيب كيف اساسا اجيب اضافه من برا؟ طبعا في عندنا بعض التطبيقات. طبعا هذا النوتس حملناه قبل شوي، مجرد ايقونه بتجيك تضغط عليه يفتح لك التطبيق. تلاحظون في بطء شوي، في مشكله معينه على السيرفر، مع انه سيرفر وهمي المفروض سريع يعني. طيب ابس، من وين نجيب التطبيقات؟ تطبيقات طبعا فيه موقع خاص بالاون كلاود اللي يسمى apps.oncloud.com. اوكي، ممكن يكون اورج. لو رحنا ضغطنا على مور ابس هنا بروح للموقع هذا دوت كوم. اوكي، ممكن تجيب اي اضافه من هنا. انا حملت اضافه نيوز، طبعا هذه من الاضافات اللي احبها، اضافه نيوز. ممكن نبحث عنها هنا NEWS نيوز، اللي حاب نطق مختلف. اوكي، هذه هي. طبعا ممكن تحمل الاضافه مباشره من هنا. الموقع شكله مألوف عند الاغلبيه خاصه مستخدمين جنو لينكس، لانه اغلب المواقع اللي تعطينا اضافات لنظامنا تشبه الطريقه هذه. شاهده طيب خلاص داونلود من هنا، اضغط ضغطه واحده تمام بيجيك التحميل. لكن طلع وجه طويل. الافضل انك ما تحمل من هنا. اقول لك ليش؟ انا اقول لك ليش. سو
نسخ للرابط هذا كوبي لينك ديستنيشن او لوكيشن تمام، وادخل هنا على الطرفيه اللي طبعا هذا طرفيه السيرفر حقي، ادخل على cd var www on cloud تمام apps. هذه منطقه تخزين التطبيقات، لو سوينا ls هنا بنشوف التطبيقات حقتنا، نسوي دبليو جيت ونحط الرابط دبليو جيت للتحميل. بعد ما يخلص التحميل طبعا انا جايب النسخه هذه، يمكنك انتبهتوا اللي بنتبه انا محمل النسخه وخالص تمام. بعد ما انك تخلص مجرد تفك الضغط عن هذه النسخه اللي هي نسخه نيوز، اكتب انزب طبعا على حسب، ممكن يكون انزب ممكن يكون انتار ممكن يكون تار ممكن الله اعلم تمام، على حسب ضغط الملف. ثم نكتب اسم الملف اللي هو 15 الى اخره، انتر. خلصنا، لو سوينا لسه الحين بنحصل عندنا مجلد اسمه نيوز. اوكي هذا هو. الحين نروح لما نيوز عندنا بالاون كلاود، طبعا هذه ممتازه جدا للشخص اللي يقرا اخبار عن طريق الار اس اس، من اي مكان ممكن تقرا الاخبار، هذه المميزه. اوكي بنحصل نيوز الحين موجوده تحت، هذه نيوز انيبل تمام، لاحظ انها بسرعه اشتغلت، هذه نيوز جت الاضافه. هذه طريقه التحكم بالاضافات، طبعا المتحكم الوحيد بالاضافات هو الادمن تمام، المستخدمين فقط يستخدمون الاضافات المفعله، ما لهم علاقه باي شيء ثاني. اوكي طبعا الاضافه هذه حلوه جدا، اللي عليك تسوي انك تحط رابط هنا مثلا على اي مكان، لو رحنا مثلا ارش لينكس، طبعا ارش لينكس من التوزيعات اللي لازم تتابع اخباره دوت اورج ايش راح اسوي ارش كلينكس دوت اورج بس ادخل تمام. ليش تتابع اخبار؟ لان توزيعها متدحرجه ممكن تجيب العيد لو انك ما تابعت اخبارها. اوكي خلونا نجيب الرابط حق الار اس اس. يلا يا شيخ، لا مشكله ما بالسيرفر، مشكله بالانترنت عندي اليوم، يبدون قريش يحملون شيء. عموما خلص، نروح دبيان نشوف دبيان دوت اورج. يلا من الاول ارت ولا دبيان؟ ارت دبيان فازت. طيب في اخبار زي بالار اس اس هنا، ممكن تاخذ الرابط كوبي لينك ديستنيشن وتروح هنا السالفه الخايسه تمام. ندخل مره ثانيه على السيرفر اون كلاود نيوز، نجي هنا عند الاضافه تحط الرابط اللي تبيه اد، بس شوي بس تجيب لك الاخبار حق دبيان. الحين جابك شعار حق دبيان، هذه اخبار دبيان. طبعا ممكن تضيف الى ما لا نهايه هنا الاخبار على راحتك، وتصفع الاخبار وتقرا على كيفك. طبعا خدمه ار اس اس هي، فيعني اي موقع يعطيك ار اس اس حتى عرب جنو لينكس، اللي حابب يتابع اخبار عرب جنو لينكس المشاكل اللي نحلها على عرب جنو لينكس يقدر ياخذ الرابط حق الار اس اس ويستفيد من المشاكل الموجوده بالموقع وحلوله. طيب هذه طريقه التعامل مع الاضافات، اضفنا الاضافات عن طريق المنطقه هذه. ممكن اذا حاب تعطل اي اضافه مجرد ما انك تسوي انيبل تسوي ديسيبل تمام، بحيث انها تتعطل الاضافه. طبعا انتم عارفين انه يدعم اللغه العربيه، لذلك اللي بتحط عندك تفعيل تعطيل، فاذا حاب اعطل والله اضافه الصور هذه سوي لي ديسيبل. طبعا ترى كل ما قللت الاضافات صار فتح الصفحه اسرع تمام. فلو جربنا الحين اضفنا خاصه هذه تحديدا اب فريم ورك تمام دوكيومنتس تمام، بنحصل انه صار في سرعه نسبيه بالكلاود، خاصة إذا كانت على الإنترنت وليست على الشبكة المحلية تمام. إلى هنا انتهى درس اليوم، نشوفكم إن شاء الله في الدرس الجاي، في أمان الله.